السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي ماس سينما. معكم دكتور محمد ماجد، وهتكلم معاكم عن كتابي لأولى ثانوي مادة الماس. الكتاب ده كنت اتكلمت عنه قبل كده، ولكن هو الصراحة يستحق إن أنا أتكلم عنه أكتر من مرة. الكتاب موجود على لينك زي ما احنا شايفين قدامنا، أنا هنا بس حازف آخر جزء من اللينك لأنه لينك مدفوع، لكن الكتاب موجود على لينك واللينك ده ثابت مش بيتغير. والكتاب مقسم إلى يونتس، وكل يونت فيها الدروس الخاصة بيها، يعني هنا يونت 1 دي الدروس الخاصة بيه، ونفس الكلام يونت 2، ونفس الكلام يونت 3، ونفس الكلام برضو إيه يونت 4. فتعالى هنا كده مثلا ناخد يونت 2 ليسون 4 ريليتد انجلز، فده هنا يونت 2 ليسون 4، وطبعا ده شيت بي دي اف، يعني تقدر ان انت تعمل زوم ويتكبر الكلام يكون الكلام واضح عشان تعرف تذاكر، وكمان تقدر تعمل داونلود وتبقى عندك نسخة اوف لاين تقدر ترجع لها في اي وقت، وكمان تقدر لو في ورق معين حابب ان انت تطبعه تقدر تطبعه في اي مكان. نيجي هنا بقى لنقطة مهمة، ايه اللي يميز الكتاب ده عن اي كتاب تاني؟ فهنا مثلا الدرس ده وزيه طبعا كل الدروس بتبدأ بشرح كده بسيط في الاول، وشوية نوتس تاخد بالك منها، وبعد كده بتبدأ ايه بتبدأ المسائل. فهتلاقي هنا مثلا اكسرسايز 1 ده محلول بالتفصيل، وطبعا اي مسألة هنا في الكتاب هتلاقيها محلولة بالتفصيل step by step، وكمان لو في مثلا ريماركس او في حاجات من السنوات السابقة لازم تكون فاكرها هتلاقيها موجودة ايه قدامك هنا عشان تكون مركز وانت بتذاكر. كمان برضو ايه المسائل هنا ايه متجمعة ومترتبة بحيث الافكار اللي شبه بعض كلها مع بعض، وكمان المسائل برضو ايه في منها سهل صعب وفي منها متوسط وفي منها للطلاب الفائقين. طيب اخر حاجة هنا مهمة جدا وهي ايه، يعني انت تعالى مثلا نشوف ده كام اكسرسايز الشيت ده. هنا هتلاقي ان الشيت ده او ليسون 4 ده هما ايه 11 اكسرسايز. خلاص هتلاقي مثلا في كتاب خارجي زي كتاب المعاصر هتلاقي على الدرس ده مثلا فيه حوالي 100 سؤال. حد يقول لي يا مستر طب هما ازاي 100 سؤال انت عامل 11 بس؟ هقول لك ال 11 دول هما البيزكس او الاساس اللي اتبنى عليه ال 100 سؤال اللي عندك، واضح كده؟ طيب فهنا يعني الافكار كلها هما ايه ال 11 فكره دول، واضح كده؟ بعد كده نفس الافكار بقى ايه دي بتقعد ايه تتغير. خلاص ما انت لو فهمت الحاجه تقعد بقى ايه تغير من شكلها، لكن في الاخر ايه البيز واحده، واضح؟ او هي ايه الفكره واحده. طيب دي نقطه. تاني حاجه برضو كمان زي ما قلت قبل كده ان الكتاب ده يعني دايما في ايه تطوير مستمر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو شفت مسائل تانيه او افكار تانيه ممكن ان انا اضيفها. خلاص وزي ما قلت قبل كده ان الكتاب ده اي ابديت ليه بيكون مجانا على نفس اللينك، نفس الشيت ده هتيجي تفتحه تاني ممكن تلاقي بعد كده ايه اكسرسايز 12 و13 و14 وهكذا. خلاص ولكن انا مش بزود وخلاص، لازم تكون ايه يعني ما يبقاش فيه تشتت للطالب، واضح كده؟ دي نقطه مهمه جدا ان انت تذاكر الجزء ده إيه يعني بحيث ان انت ايه تلم الدرس كله. وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق وإن أنتوا تجيبوا أعلى الدرجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.